بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، كيف تحصل على محبة الله؟ الحقيقة هذه الآية التي سأتوقف معكم فيها يعني ربما يغفل عنها الكثيرون. هذه الآية تقول لك هناك معادلة رياضية في القرآن، إذا أردت أن تحصل على محبة الله هناك شرط أساسي أيها الأحبة، طبعا العمل الصالح، الصلاة، كل العبادات، ولكن هناك شرط أساسي قبل كل هذا. ما هو؟ قل إن كنتم تحبون الله. طيب، نحن نحب الله عز وجل، أنا أحب الله، أزعم أنني أحب الله عز وجل. طيب، متى يحبني الله؟ لنكمل الآية، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين. سبحان الله، كأن هذه المعادلة تريد أن تقول لك إن شرط اتباع النبي وطاعة النبي هي شرط حب الله لك. لا يكفي أن تقول أنا أحب الله، لا يكفي أيها الأحبة. قل إن كنتم تحبون الله، ما هو الشرط؟ فاتبعوني، أي اتبعوا هذا النبي في كل ما جاء فيه، في أخلاقه وسلوكه واعتقاده وصبره وحلمه وأخلاقه العالية وتواضعه وإكرامه للناس وتحمله لأذى الآخرين ودعوته إلى الله عز وجل. ينبغي أن تتبع هذا النبي في كل ما جاء فيه. فاتبعوني يحببكم الله، يعني إذا اتبعت سنة هذا النبي سوف يحبك الله. من أغرب ما ظهر في العصر الحديث من يقول عليك بالقرآن فقط، أين سنة النبي؟ كيف أتبع النبي بمعزل عن القرآن؟ يعني الله تعالى يأمرني يقول لي قل، يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا إن كلمة قل دائما تجعلك تتخيل هذا الحبيب أمامك، تتخيل أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقف بيننا الآن. هل تقول له أنا لا أقبل كلامك ثم تدعي أنك تتبعه؟ هل تقول له أنا أكتفي فقط بالقرآن؟ إذن هذا ما معنى فاتبعوني؟ النبي عليه الصلاة والسلام له الكثير والكثير والكثير من التعاليم. هذه التعاليم حقيقة هي شرح للقرآن، هي لا تناقض القرآن أيها الأحبة، ولا تخرج ولا سنتيمتر خارج القرآن، هي شرح وإيضاح لكتاب الله بالنتيجة. إذن النبي هو يعني مهمته أن يبين لنا الذكر، يبين لنا القرآن، يشرح لنا القرآن، يبين لنا التطبيق العملي. أنا كيف أعرف التطبيق العملي؟ أنا لدي يعني كتاب هو القرآن، ولكن الكتاب هو القرآن هو كتاب نظري. نحن نعلم في العلوم الحديثة أنك إذا قرأت الكتاب آلاف المرات لا يمكن أن تحصل على التطبيق العملي إلا إذا رأيته بعينك. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل في منهجه وحياته وسلوكه وما قرره من فعل أو قول أو عمل، مثل لنا التطبيق العملي. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لم يقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا هذا القرآن. لو كان كلام من يدعي أنه ليس من الضروري أن نأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لو كان صحيحا لقال القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا القرآن يحببكم الله. لماذا قال فاتبعوني؟ يريد أن يضع هذا النبي نصب عينيك في سلوكه وحياته ومنهجه وصبره وأقواله وأفعاله وتواضعه. كل حياة هذا النبي ينبغي أن تتخيلها أمامك. فاتبعوني، ما هي النتيجة؟ يحببكم الله، ويضيف شيء آخر، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، يعني انظروا أيها الأحبة، لم يقل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في
في هذه الآية بالذات يريد أن يؤكد لك على الاتباع المباشر للنبي. قال قل أطيعوا الله والرسول جملة واحدة، كأنك إذا أطعت النبي في أي أمر هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله مباشرة. أي حديث نبوي بمجرد أنه ثبت وصح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان فرضا وواجبا علينا أن نتبعه لنحصل على محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. طيب ما هي النتيجة إذا لم تطيعوا الله ولم تتبعوا هذا النبي الكريم في سنته وتأخذوا بهذه السنة؟ فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. انظروا الآيتين مليئتين بالمحبة أيها الأحبة. إله عظيم في جبروته وعظمته، رب العرش العظيم سبحانه وتعالى، يخاطب كافر أو ملحد لا يساوي شيئا في ملك الله، يقول له فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. انظروا إلى الخطاب الرحيم، خطاب مليء بالرحمة. أنت عندما تداعب طفلك الصغير، ولله المثل الأعلى، أحب فقط أن نتصور معا أيها الأحبة، تقول له إن لم تفعل هذا الشيء أنا لا أحبك. خطاب حتى مع الكافر كان الله رحيما، سبحان الله. يعني تصوروا يؤذون النبي، يستهزئون بالنبي وينكرون سنته ويحاربون الإسلام، ثم يقول الله تبارك وتعالى لهم فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والله أيها الأحبة إذا تعمقنا في هاتين الآيتين نجد فيهما منتهى الرحمة ومنتهى العطف من الله، والله يريد الخير لعباده. لذلك دعوني أختم وأقرأ الآيتين الكريمتين ونحفظهما رجاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والحمد لله رب العالمين.